شيك شيك يا عمي، روح يا جيبك تقول مال مطلقه، روح روح بس مال ابله توها شاري السياره. ابو فهد مسيك بالخير، كيف الحال؟ طيب طول عمرك، تو جاي من المعركه. ها بابا، ها شنو شو مسوي هذا؟ ما تصلي. ها انا على بالي بيروح فوق انت نفس صاروخ. تو واحد دعمني بالسياره، يوم دعمني كان انزل وقلت له شنو هذا؟ كان يقول لي عوافي عوافي، شنو شارب لبن؟ قوام الطلاب الساعة 7:30، بداية الحصة 7:30، معناته الطالب لازم يكون في المدرسة الساعة 7 أو 7 إلا ربع، معناته أنا كمعلم لازم أكون الساعة 6:30 أو 7. طيب أنا متى أقوم من النوم؟ الساعة 5:30، الخباز أنا يعني أقوم من النوم 5. شاوم عليهم فين الظهر حقانك؟ هذا على كم هذا؟ هذا على كم؟ ها؟ مثلاً شبرمان هو عشان يطير يلبس بروحه بعينه، هذا عيني تلبس بروحه بعينه مثلا. شايك شايك ما حسكاكين الجماعة، شوفوا في سكين 450 بوند يعني 200 دينار. ليه يبا شو السالفة؟ والله لو انا يقطع الشك باليقين.